مرحبا أعزائي مشاهدي ومتابعي قناة برلين بعين عربية. تطبيق عندنا اليوم اللي هو سكتش، تطبيق يضيف لك أسهم تقدر تلعب بالصورة كثير تلعب بيها، وتقدر تضيف شغلات أخرى أيقونات. تدخل عليه بعد ما تنزل من الأبل ستور، تدخل عليه راح يحطك على الصور أو الكاميرا، فأنت تختار أي صورة، تقدر حتى صورة تأخذها. راح يطلع عندك هاي الدائرة هنا يمين ويسار، فتدخل على دائرة اليسار راح يطلع عندك هنا الألوان وهنا كبر السهم، فأنت تختار مثلا أكبر شيء وتختار اللون الأصفر، راح يطلع عندك هذا السهم. بس تمشي إيدك، لو اخترت هنا اللون الأحمر راح يطلع عندك هذا السهم. طبعا أنت تتحكم بالكبر، ولو اخترت اللون الأحمر الأخ هذا يطلع عندك هذا. تريد تمسحه بس هنا تدوس عليه تعمل لوشن. اخترنا اللون الأزرق، صار عندنا هذا. تقدر تغيره وتكبره، تقدر بكيفك تلعب به تحوله. فهذا كلش حلو. لو اجيت على الدائرة اللي هنا اللي باليمين راح يطلع لك هذولا، هذه المربعات اللي هي راح تمسح لك الصورة. مثلا هاي راح تاخذها تحطها هنا، شوف هاي البناية راح تروح معالمها. ندخل مرة اللوخ عليها، يمسح لك المعالم مال البناية. ندخل على مرة اللوخ عليه، بس تدخل عليه فتروح المعالم مالتها. نجي على ثاني واحد، هنا راح ينطيك ايقونات، واحد يضحك وواحد غاضب. فمثلا جينا هذا أول واحد ناخذه، هذا اللي يضحك، الثاني هذا، هذا والثالث. وأكو واحد لابس مناظر، أعتقد هذا لا، فيطلعون. ومرات تتغير، كل شوية ينزلوا لك واحد. هم لو حبيت تمسح تدخل، راح نخلي هذا. لو حبيت تكتب عليه هنا، تجي على الأحرف مالته، راح تكتب اليوم مطر مثلا، عندنا اليوم أول أيام المطر بعد 25 26. فلو حبيت تضيفه هنا، حبيت توديه تجيبه، فممكن تستغله تأشر عليه. زين، تقدر تلعب بيه كلش، تقدر هذا السهم الجوا. زين، تقدر تمسح وتضيف وتحرك، نقدر نمسحه. لو اجيت هنا القلم، راح ينطيك هذا القلم هنا، هاي الكتابة. زين، على الالوان اللي عندك طبعا نقدر نمسح. لو جيت هنا الاحرف بيها، هذه هنا كتابة، تقدر اليوم مطر، وتقدر هنا مطر. زين، فيرتش، وتقدر تضيف عليها شيء وتقدر تمسحها أيضا. هاي اللي حبيت أقولكم عليه هذا. هسا احنا اختارينا هاي الصورة مثلا، ردنا فيرتش، ردنا نخزنها. فهنا تدخل على هنا موجود بوست نخرجت موافق، فهنا تجي على فوتو، فرأس راح يخزن لك إياها بالفوتو بالصور مالتك. أوكي، فهنا يعني مثلا عندك للفيسبوك. زين، وهنا يقدر للفوتو يخزن لك إياها. تطبيق حلو، كلش تقدرون تستفادون منه. أرجو أن توفقت بي، وعذرا لأنه على السريع سويت، عندي امتحانات، فسامحوني إخواني، وأي غلط أي شيء أنا حاضر أصححها. وشكرا للجميع، والرابط مالته راح يكون أسفل بصندوق الوصف. شكرا، مع السلامة.